بسم الله وبعد الصلاة والسلام على رسول الله. مساء الخير عليكم حبوباتي، صح فطوركم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير وفي احسن الاحوال. توحشتكم بزاف، سامحوني على المدة اللي غبت عليكم، والله ما بيدي البنات، على بالكم كنت غلبانه بزاف بزاف هاد الايام، وتصبر على بالكم ماشي ساهل. كاين ايامات اللي كنت نخرج فيهم يعني تجيني قضيه نتحتم نخرج، على بالكم والله كاينين ايامات مصوره معاكم للروتين وكامل، مي كي نفوتو نخرج ونجي غلبانه هكاك على بالكم على السحور كامل نعيا خلاص باش ندير هذاك المونتاج ونحط لكم لا فيديو. كاينين ايامات صورت فيهم ويعني وما قدرتش ما نحط لكمش، وكاين ايامات ما صورتش، كنت ديجا درت العرضه لعجوزتي ومرت سيلفي، هذاك لا فيديو صورتها، كنت درت عرضه لعمه الزوج نتاعي كانت عند قعدت عندي دوجو. المهم فوت بزاف ايامات وكنت غلبانه فريمون، سامحوني. ومع شوفوا زاد خلصت لي هكا الانترنت وكامل، واش نقول لكم جات مع بعضها. الوغ قلت خلي نديرها فتره تاع راحه، اني كيما نقولوا نروبوزي شويه ومن بعد نولي لكم. اليوم البنات وليت لكم فيديو تاع حلويات العيد، ان شاء الله راني حندير معكم، درت لكم الوصفه هذا تاع الصابلي اللي يجي هايل. عندي قبل ما تزربني لا فيديو البنات، عندي شوفوا 125 غرام تاع الزبده تكون طريه، انا استعملت فلوريال يعني نص الباكي. عندي البنات حطيت معاها صفار بيضه وبيضه كامله، ومن بعد حكمت هذيك الزبده كانت بدرجه حراره الغرفه، خلطتها مليح مليح مع هذاك البيض حتى يتجانس لهذاك البيض والزبده مع بعضهم. قولوا لي اسكو نتوما واش درتوا قطوات للعيد، واش وجدتوا؟ انا على بالكم والله راني نجري ونجري، هذا وراني البنات راني ندير في القاطو، درت زوج انواع، هذا الصابلي وواحده اخرى ثاني راح نحطها لكم غدوه ان شاء الله، والبقلاوه ثاني راح نحطها لكم. اكيد نحاول الماكسيموم اني نحط لكم الوصفات قبل العيد اللي درتهم. ومن بعد البنات بعد ما خلطت هذيك الزبده والبيض مع بعضهم مليح، زدت لهم البنات نص كاس تاع سكر كريستاليزي، كما شفتوا عبرت نص كاس، وزدت لهم بشور تاع حبه تاع ليمون. فوالا هذا الصابلي راح يجيب الكو تاع السيترون، يجي هايل ويجيب واحد كلاصاج يذوب في الفم. الوغ وصفه بزاف مليحه. وزدت لهم البنات باكي تاع لافاني كما شفتوا، لافاني سكر، وبقيت نخلط في هذه المكونات كامل مع بعضها حتى تندمج لي هذه المكونات. ومن بعد البنات زدت عليهم ربع كاس تاع الزيت، انا البنات لهنا درت كيله صغيره يعني درت كونتيتي صغيره، اللي تحب دير يعني كونتيتي كبيره باكي تاع 250 غرام تضاعف المقادير. فوالا زدت هنا ربع كاس تاع الزيت وزدت خلطتهم مليح معاهم هكا، ودخلته مليح مليح في هذيك الزبده. ومن بعد البنات لم بالفرينه حتى نتحصل على عجينه تكون طريه تاع الصابلي، تعرفوا العجينه تاع الصابلي نخليوها طريه هكا البنات. على بالكم البنات والله عملكم تالمو غادتني روحي تاع قداش اليوم نجي نحط لكم لا فيديو ما نقعدش مع عبالكم. زدت كسيد كنت نخرج نكسي جانا وحبيت اني نصور لكم مي ما قدرتش. لهنا شوفوا حطيت شويه تاع الفرينه، ومن بعد حطيت البنات الخميره تاع القاطو وحده، ومن بعد بديت نلم في العجينه تاعي. فوالا هاي لكم عجينه طريه تاع الصابلي، نخليها تريح شويه ومن بعد نبداو نطبعوا فيها. كما قلت لكم حبيت اني نصور لكم كي راح نكسيها، مي سامحوني والله ما قدرت عندكم الغاشي في الحوانت، الغاشي برا ما قدرش ما با نهز التليفون، وانا بعد شغل حيره ما جيت نلقى لها لبسه هكا تعجبني لبسيف. المهم فوت ليامات هادو كيما يقولوها شويه صعب صعب بزاف بزاف، ماشي شويه، ما قعدتش كامل ما قعدتش خلاص. الوغ سامحوني وبربي ان شاء الله نخلفها لكم، وراني باذن الله نعود نحاول اني نحط لكم لي فيديو كيما كنت من قبل وكيما ولفتوني. هنا البنات شوفوا حطيت العجينه تاعي قسمتها اون دو، حطيت عندي هاد الورق البنات اللي يجيو ما بين الخطفه، انا دائما نحتفظ بهم يساعدوني هكا كي ندير الصابلي. ومن بعد البنات شوفوا حطيت وحده من تحت وحطيت العجينه في النص وحده من الفوق، وفتحت العجينه تاعي ما نديرها ميرقي خلاص ما يخشينا خشينا باش تجيني الحبه تاعي الصابلي مليحه، راهي فيها الخميره ما نساوش راه يطلع لنا. ومن بعد البنات شوفوا بديت نطبع فوق الساشي النيلون هذاك باش تجيني الحبه تاع الصابلي تاعي بومبي. فوالا انا حبيته هكا يجيني بومبي.
اللي تحبوا مش هكا بومبي تطبع يعني عادي مش فوق الساشي، تطبع طول فوق العجينة. هنا البنات حطيته دخلته يطيب، نعسوا بيان سور كيما نعرفوا الصابلي ما يطولش بزاف في الطياب نتاعو، غير هكا نشوفه حمار على كوتي نخرجوه. ومن بعد لهنا البنات جبت هذه كريمة الكراميل، كما شفتوا في اول فيديو كنت الحوايج تاع الكاطو شريتهم كامل وحطيتهم قدامي هكا، قلت يعني منين نجي نخدم حاجه نلقى الشيء قدامي. اول واحد بديت به البنات هو هذا الصابلي، ومن بعد البنات لصقت زوج حبات، كل زوج حبات بهذا الكراميل فوالا. كنت راح نشري طوفيا البنات من بعد ما لقيتهاش، ونهار هذاك اللي خشت نشري فيه الحوايج الكاطو كنت رحت كملت صباط تعجانه الوغ تاع الزربه باش نرجع للدار وندير الفطور. راكم تعرفوا والله والله على بالكم ما كانش كامل الوقت، وكي نخلص ميته بالغلبه نقول يا ربي نزيد نرقد شويه باش نزيد نوض نكمل خدمتي. الوغ شوفوا هنا لصقت كل زوج حبات بالكراميل فوالا هكا، ونخليه لنا البنات كنت خليته درته في الليل وخليته هكا ليله كامله حتى الغدوه الصباح باش درت له الكلاصاج يعني باش يحكم روحه مليح هذاك الكراميل. بالنسبه للكلاصاج البنات اللي درته له عندي لهنا شوفوا درت كل شيء ربع 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 بهذا الفنجان، درت ربع عصير ليمون تاع عصير قارص، ربع ما زهر، ربع حليب، وربع زيت فوالا. نعاود لكم درت شوفوا ربع حبة قارص عصير تاعها، ربع فنجان، ربع ما زهر، ربع حليب، وربع زيت فوالا. ما حبيتش البنات ندير النص با ما يبقاليش الكلاصاج، وكما كان الحال طحت فيه سوا سوا يعني جاني جوست ما كيما نقولوا ما تخصني ما قعد لي. هنايا زدت لهم البنات شويه تاع لافاني، ومن بعد البنات زدت لهم ملون اصفر. هنا البنات يعني اللي عندها عطر الليمون هذاك اللي يجي كولوري بعد شغل يلون هو عطر الليمون، اللي عندها هذاك افضل هذاك خير، مي انا ما كانش عندي متوفر عندي الوغ شريت هذا الملون اصفر تاع الغبره فوالا باش يعطيني اللون تاع الليمون. يعني النصاب اللي تاعنا درنا فيه ليزاس تاع القارص في العجينه وفي الكلاصاج درنا عصير الليمون فوالا. ومن بعد البنات بديت نجمع في هذا الخليط بالسكر كلاص، يعني نبقى نزيدو في السكر كلاص حتى نتحصلوا على كلاصاج يكون ثقيل، يعني كي تحطي الحبه تاعك تاع الكاطو يعني ما يسيحش فوالا. شوفوا كيفاش راهو ثقيل يعني ما يجي يسيح كيما نقولوا يطول. الوغ من بعد بديت حكمت الحبات تاعي تاع الكاطو كيما راكم تشوفوا وبديت نكلاصي فيهم هكا. ومن بعد جبت البنات الشبايك هذاك تاع الفريجيدار نحيت الطاج فرغته وحطيته لهنا، وحطيت هذيك كيما ديك اللي راكم تشوفوا فيها لتحتها باش يسيح لي فيها الكلاصاج هكا. نقلاصي الحبه تاعي البنات ونحطها لهنايا تقطر بهل اون كانت تخص ولا هذاك اللي يسيح لي من تحت نزيد نستعمله. ويعني في الحبيبات الاخرين ثلاث حبات ولا كنت ثاني استعملت هذاك اللي يسيح لي من تحت هكا. درت حبه خلاف معاكم شوفوا البنات الكلاصاج كيفاش ثقيل مليح، كي يجي ثقيل هكا يعني تجيكم الحبه مليحه ويجي اللون باين خير من يعني ديروه خفيف ويسيح لكم وتجي الحبه تاعكم يعني الحبه تاع الصابلي من تحت تبان فوالا. وهذا الكلاصاج البنات هايل يقعد لكم حتى ل 15 يوم هكاك وهو طري ما يبس ما والو. بالنسبه للتزيين البنات تاع هذا الكاطو هذا الحلوه تاع القلوب تاع اللي بذوق القارص الليمون شريت البنات هذا الفيدو هذه ورق الذهب وراح نزين به. جبت لقاط كما راكم تشوفوا ونحي بالطرف هكا ونحط في الكوان تاع القلب من الفوق نحط هكا كما نقولوا نحي طريف ونحطه فوالا باش يجي الشكل تاعو مليح هكا البنات حتى كملتو كامل، يعني كل وحده حطيت لها
طرف من هذيك ورقة الذهب. والقاطو تاعنا البنات هاو ليكم واجد في صحن التقديم، صابلي بكلاصاج الليمون، بزاف هايل ويجي خفيف 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 وبنين. مع ديما نقول لكم انا البنات كي أدن كنت فرقت صيام بحبه منه، جا هايل وخفيف ويدوب في الفم، والكلاصاج الطري والصابلي على بالكم غير تحطوه في فمكم يدقدق. وهاي ليكم زدرت له خطوط تاع شيكولا بيضاء في الجنب الاخر. فوالا تزيين بسيط، وكان هذه هي الحلوه تاعي تاع نهار اليوم. نتمنى الوصفه كانت عجبتكم، نتمنى تجربوها مازال حال، تقدروا ديروها غدوه باسكو راهي سهله. وسامحوني على الغياب، وان شاء الله البنات غدوه نزيد نحط لكم اذا كتب ربي فيديوهات زوج كاطو تاع سيليكون تاع شيكولا والبقلاوه ان شاء الله باذن الله راح نحطهم لكم. وهنا البنات نخليكم على خير وصحه سحوركم وتهلاو في روحكم، نحبكم ونموت عليكم. بقوا على خير.